لو اتكلمت عن الرئيس السادات تقول ايه؟ هو كان زعيم مارس القيادة بحق وبفن، وكان بيحترم العدو بتاعه تماما، عشان كده أدى وخرج كل ما قدرته يقدر يهزم هذا العدو. لو افتكرت البطولات اللي قدمها اللي قدمتها وقدمها زمايلك الضباط والجنود يوم الحرب تفتكر ايه؟ كل الحرب كل انا الحرب. اصلا انا اللي مؤمن بان الشعب المصري كله بمحتواه هو بطل حرب اكتوبر. صحيح، لان الشعب هو اللي اتحمل، الجيش نفذ اللي اتدرب عليه وعمله، الشعب هو اللي مونه، هو اللي قعد معاه، واحنا عشان عاصرنا الحاله الاقتصاديه اثناء حرب اكتوبر وما قبلها، فبنقول ان الشعب تحمل، احنا جينا تحمل ما لا تحمله احد. صحيح، مش مجامله، لان انا هديك مثال صغير، يعني احنا كانت الفرخه بتتوزع في الجامعه لخمسه مره في الاسبوع. النهارده الشاب النهارده يقدر يتقبل ذلك؟ لا طبعا. احنا كنا بنلبس الكستور، الشاب يتاح بكام كستور وما عرفوش حتى، ولما كنا بنلبس الكستور كمان ما وصلناش للمستوى اللي احنا كنا عايشين بيه، ده استوردونا من الصين، وكانت الصين لسه على قد حالها، كانت البيجامه عند السره والبنطلون عند الركبه، لانه كان بيعمله تخين وقصير. مش مفيش حاجه ملهاش تمن. لا لا، وكلما دهنا الرئيس السيسي لما بيشرح للناس بيتكلم معهم بيدي المثل، لان هو بيستغل دروسه المستفاده عشان يحقق بها شغل حلو. لان انت لو انت ما استغلتش الدروس المستفاده اللي انت طلعت بيها من اي عمل عملته، يبقى انت يبقى الواحد فاشل. صحيح. فالنهارده بيستغل الكلام ده وبيديه للشباب، بيقول له ثق تماما، كلما اشتغلت بجد وبجد وجد، انا ثلاث مرات عمل الجد وعمل الجد ثلاث مرات، ليك نتيجه حتميه هتعجبك وهتعجب الاجيال اللي بعدك. واحنا الشغل اللي اشتغلناه في حاله الفقر كانت صعبه وكانت الامكانيات ضعيفه عشان نحضر حرب اكتوبر، والجهد اللي عملناه ده مش هو اللي خلى الدوله دي واقفه النهارده؟ طبعا. بس هو ده الكلام. فانت النهارده خد من الدرس ده، وقف في ظهر القياده السياسيه عشان تكمل 2030، لان احنا في النص دلوقتي. ويمكن الرئيس لما اتكلم على موضوع الجمهوريه الجديده يمكن ما خدتش المصطلح، ما خدش حقه في الشرح للناس. وانا كاستاذ علوم السرجيه بقولهم هو الموضوع كله في كلمتين: الجمهوريه الجديده، فكر جديد في الاداره السرجيه للدوله. لان انت كنت في التخطيط زمان بتعمل خطه خمسيه، سنتين معلومين وثلاث سنين حين ميسره. اما دلوقتي انت مخطط خطه استراتيجيه طويله الامد 15 سنه، المرحله القصيره كانت 3 والمتوسطه 7 والنهايه 15. فانت النهارده في النص، في متغيرات جديده حصلت الدوله ملاش دخل فيها، الثلاث متغيرات دول على العالم كله. صحيح. فالمتغير ده هيضيف عليك اعباء، لان التخطيط الاستراتيجي معمول حساب كل حاجه الا المتغيرات الجديده، حرب الصينيه الامريكيه الاقتصاديه بتاعت سلاسل الامداد اللي بهدلت الاوكرانية والحرب الروسية، وغلت البضاعة من غير ما تدرى. وبعدين الكورونا خدت 8 مليار الدولة قامت بيهم. ما انا بقول للناس، هل انت دفعت تمن المصل؟ لا. طب اللي دخل من عندك مستشفى دفع فلوس؟ لا. طب اللي راح كشف مش عارف ايه دفع فلوس؟ لا. يبقى الدولة شالت 8 مليار، و8 مليار خسائر السنة الناس قاعدة في البيوت. صحيح. طب 16 مليار في دولة بتنمو مؤكد لازم فيها مشكلة، بس إن شاء الله لكن الدولة قادرة وتكمل. هي قادرة بمين؟ بالشعب اللي فاهم. اللي فاهم مظبوط. والمصري نهاية الكلام لما بيفهم بيبقى مارد في التنفيذ. صحيح، مارد في التنفيذ. سيادة اللواء كل سنة.